الاول سؤال ملوش اي علاقه بموضوع الحلقه. ساعات بيبقى فيه مباريات دسمه ومثيره زي مباراه ليفربول ومانشستر سيتي اللي اتلعبت قبل التصوير بيوم او يومين، لكن عشان نتكلم عنها ونقطع منها حالات وسكرينات ونقعد ندردش شويه فده بياخد وقت طويل في التجهيز. فهل تحبوا نعمل حلقه عن مباراه زي دي حتى لو كانت الحلقه هتنزل بعد المباراه باسبوع بعشر ايام مثلا، ولا خلاص هيبقى مناسبتها فاتت ومش عايزين تشوفوه؟ هنحط لكم كومنت في التعليقات وانتوا بقى تصوتوا عليه بلايك وديسلايك. يلا بينا. مساء الفل. عمرك سألت نفسك هو المدرب ده بيتعلم التدريب ازاي؟ يعني خلينا نفكر في الموضوع مع بعض كده بالراحة. لو انت مثلا موظف صغير في شركة ما ولسه بتبتدي حياتك، فالفترة دي بتبقى اكتر فترة انت بتتعلم فيها، بتعرف فيها حاجات جديدة عن شغلك. لو جرينا الزمن بقى 15-20 سنة قدام بعد ما بقيت موظف كبير او مدير ادارة في الشركة دي، هل هتكون بتتعلم بنفس المعدل؟ بتعرف حاجات جديدة بنفس المعدل؟ مستحيل طبعا. لكن ده هيكون مناسب ليك لان ساعتها هيكون دورك اداري مش فني ولا تقني. هل نفس الشيء بقى بينطبق على المدربين؟ هل يعقل ان المدربين الكبار اللي كلنا بنبص لهم باعجاب وبنعتبرهم الافضل في مجالهم وبيدربوا كتير من الفرق اللي بنشجعها يكونوا بطلوا يتعلموا اي حاجه جديده خلاص بحكم انهم وصلوا لوظيفه الاحلام وبيشتغلوا في اعلى مستوى ممكن؟ تيد ناتسون رئيس ومؤسس شركه ستيتس بومب لاحصائيات كره القدم، واحد من اللي بيتعاملوا مباشره مع رؤساء الانديه ومدربينها ومديرينها الرياضيين، وكان واحد من شركاء النجاح في مشروع برينتفورد مع ماثيو بنم اللي اتكلمنا عنه قبل كده، بيقول لك مدربين زي كلوب وجوارديولا ومورينيو وبوتشيتينو ما بيتعلموش اي شيء جديد، مش عشان هم رافضين يتعلموا شيء جديد، لكن ببساطه لان وقتهم ما يسمحش. بمجرد ما بقيت مدير فني لفريق زي ليفربول او باريس او يونايتد او ريال مدريد او اي مكان، بقى شبه مستحيل انك تضيف لمعلوماتك كمدرب. ممكن طبعا تلقط شويه معلومات شويه خبره مختلفه من هنا او هنا، انما تتعلم شيء بشكل منهجي من اوله لاخره صعبه جدا. ببساطه لانه عشان تعمل ده فانت محتاج تفضي من يومك كام ساعه عشان تقرا تحليلات وكتب وتقارير وتشوف مباريات غير مباريات فريقك وتاخد كورسات بقى في حاجات زي علم البيانات وتتعرف على الطرق المبتكره للضغط وللبيلد اب، تعرف افكار جديده، وده ببساطه عمره ما هيحصل. واحد زي بوتشيتينو مثلا لما كان في توتنهام كان بيوصل النادي الصبح الساعه 7:30 يدخل بيته بالليل الساعه 7:30 برضه، ده يوم 12 ساعه يوميا في مقر النادي ما بين بقى اجتماعات مع مديرين الاكاديميه وكبير الكشافين واللعيبه والمساعدين والتدريبات نفسها، فهيتعلم حاجه جديده امتى؟ تيد ناتسون بقى بيقول لك ما تستغربش لانه في الواقع بقى ده السبب الرئيسي لكون المدربين في المستوى ده نادرا جدا ما بيقدروا يغيروا اسلوب لعبهم، لانهم تخطوا المرحله اللي يقدروا يتعلموا فيها حاجه جديده، المرحله اللي يقدروا يجربوا فيها. ودي برضو نفس مشكله مدربين زي لامبرد وبيرلو وارتيتا وغيرهم، انهم تخطوا اهم واول مرحله في حياه اي مدرب، المرحله اللي بيبتدي فيها من الصفر وبيروح فيها يمسك فريق متواضع في الدرجه الثانيه او الثالثه في اي دوري من دوريات اوروبا بدون ضغوط ويصعد بيه. وخلال المرحله دي بقى بيكون اصطدم بالواقع واختبر قناعاته وافكاره وفلترها، بديهيات يعني. هنا بقى هتقول لي طب ما كلوب مثلا درب في ماينز ودورتموند ومورينيو في ليريا وبورتو قبل ما يمسك تشيلسي وتوخيل وبوتشيتينو وغيرهم كتير، وده صحيح، لكن الحقيقه ان التطور التكتيكي والعلمي والاحصائي في الكوره خلال السنين الاخيره خلى حاجات كتير من اللي كل واحد من دول اتعلمها في تجاربه السابقه بلا اي قيمه دلوقتي. يعني عشان اقرب لك الموضوع، تخيل انك لسه نفس الموظف في نفس الشركه بس تم اختراع الكمبيوتر بعد ما بقيت مدير، فكل شيء انت بتديره في الشركه بقى بيتعمل بطريقه مختلفه، بقت كتير من خبراتك واساليبك الاداريه وحتى مهاراتك في التعامل مع البشر ملهاش اي قيمه. انت ما زلت فاهم ايه اللي مطلوب بس ما بقتش عارف الطريقه اللي يتنفذ بيها. فتعمل ايه بقى لو انت مكان كلوب او جوارديولا او بوتشيتينو مثلا، والضغط اللي هو جزء اساسي جدا من اسلوبك حصل فيه تطور ضخم جدا في اخر 3-4 سنين انت ما كنتش جزء منه وما حضرتوش هو بيحصل وما اطلعتش عليه وما شاركتش فيه، وتدريجيا كده بقيت بتقابله في المباريات وبتلاقي مشاكل في انك تتعامل معاه، اللي هو اصلا لما انت تسال مثلا متخصصين وناس محللين الاداء ومساعدين المدربين في انديه اوروبا مثلا يقولوا لك انه اصلا الكوره في الوقت اللي كلوب ماسك فيه ليفربول اللي هو ديسمبر 2015 بقت مختلفه عن الكوره اللي بتتلعب دلوقتي على مستوى تكتيكي. يعني الحل، ناتسون بيقول لك ان الحل اللي بيروح له المدربين الاذكياء هو انهم يعينوا مساعدين بيمتلكوا علم
مش عندهم. مساعدين غالبا بيبقوا اصغر من اجيال جت بعدهم، فبيملكوا معرفه احدث واكثر مواكبه للعصر، يضيفوها للفريق وللمدير الفني نفسه، وفي نفس الوقت بقى هما ما عليهمش نفس الضغوط اللي على المدير الفني. وهو ده السبب الرئيسي في ان الفريق المساعد لكل مدرب بقى عمال يزيد ويتوسع، لغايه ما وصلنا للحظه ان الفريق الفني بتاع جوارديولا بقى بيتكون من 16 شخص، كل واحد فيهم بيعمل حاجه مختلفه، وبالتالي لا يمكن يكون اثر مدرب زي جوارديولا زي ما احنا متخيلينه ابدا، ولا حتى نص الاثر اللي احنا متخيلينه، لدرجه اننا نختصر كل شيء بيحصل في الملعب في الرجل ده لمجرد ان هو اللي بيتكلم للاعلام قبل وبعد المباراه. فلما بيعمل كده بيوحي لنا ان هو اللي فاهم كل حاجه، هو اللي عارف كل حاجه، هو اللي متحكم في كل حاجه، لكن الحقيقه بعيده جدا عن الكلام ده. الحقيقه ان المساعدين بيكونوا في كتير من الاحيان هم الاقرب لصوره المدير الفني اللي في دماغنا، الصوره اللي احنا متخيلينها، هم اللي فعلا ايديهم بتبقى في كل حاجه. يعني لو خدنا مورينيو كمثال، فالراجل ده اللي في الصوره روي فاريا اللي انت اكيد عارفه شكلا بس ما تعرفش اسمه او ما تعرفش هو بيعمل ايه، هو مساعد مورينيو من سنه 2000 ل 2018. الراجل ده مورينيو اتعرف عليه لما كان في برشلونه بيشتغل مساعد لفان خال، وكانت كل خبرته في الكوره انه مدرس تربيه بدنيه روي فاريا يعني. وبسبب التوافق الضخم جدا ما بينه وما بين مورينيو في الشخصيه، مورينيو كان بيستخدمه احيانا عشان هو اللي يعمل الحاجات اللي مورينيو مش عايز يعملها لانه خايف من العقوبه مثلا او لسه مخلص عقوبه، فيعترض على الحكم الرابع، يتخانق مع مدرب الخصم، يحضر المؤتمرات الصحفيه اللي مورينيو مش عايز يحضرها عشان متضايق ومش عايز يقول حاجه تتاخد عليه. وكل ده بقى روي فاريا بيعمله بحريه اكبر وعقوبات اقل لانه اصلا مش شخصيه جاذبه للانتباه زي مورينيو. لكن الاهم من كل ده كان حقيقه ان فاريا في 18 سنة تحول من مدرس تربية بدنية لمساعد ومحلل الخصوم، وأخيرا في مانشستر يونايتد فاريا تحول لهيد كوتش. فاريا كان هو اللي بيقود التدريبات أغلب الوقت، بينما مورينيو كان بيبقى قاعد في مكتبه، وهو كمان اللي بيتعامل مع باقي المساعدين ومحلل الفيديو والداتا، وحتى هو اللي بيتابع اللعيبة المعارة بره. أندريس بيريرا لما كان معار في غرناطة كان بيقول انه فاريا هو اللي دايما كان بيتواصل معاه، مش جوزيه مورينيو ولا اي حد تاني من جهاز الفني. بغض النظر ده بيريرا يعني المفروض ما حدش يتواصل معاه اصلا، بس ما علينا. بل ان كريس فوكس مراسل موقع جول لمانشستر يونايتد واللي كان بيحضر كتير من تدريبات مانشستر يونايتد وقتها، قال انه الانهيار الخرافي اللي حصل للفريق في موسم مورينيو الثالث اللي هو 18-19 كان سببه الرئيسي ان فاريا مشي في الصيف اللي قبل بداية الموسم ده. لانك لو قارنت الموسم ده بكل مواسم مورينيو من 2010 هتكتشف ان دي كانت اسرع مرة الفريق يستقبل فيها 25 هدف في 15 مباراة بس. في المتوسط مورينيو كان بيوصل للرقم ده بعد 25 مباراة. هل بقى الصورة اللي في دماغنا عن شخص زي مورينيو انه شخص متحكم مهووس بالنجاح، دخل في كل حاجه، بيشتغل كتير جدا ومستعد ينتقد وضعيات لعيبته وتحركاتهم وتمركزهم طول الوقت وحتى تسريحات شعرهم والعربيات اللي بيركبوها والساعات اللي بيلبسوها، هل الصوره دي بقى متناسبه مع شخص مش بيحضر اغلب التدريبات اصلا؟ شيء مشابه بقى حصل مع زلايكو بوفيتش مساعد كلوب ل 17 سنه برضه، ماشي في نفس الوقت تقريبا في ابريل 2018. وناس كتير من الجمهور ومن المحللين رجعوا الاهتزاز الغريب دفاعيا تحديدا يعني في مستوى ليفربول في بدايه الموسم اللي بعده لغياب بوفيتش، خروج من وولز في اول جوله في كاس الاتحاد، وخروج من تشيلسي في اول جوله في كاس الكاراباو، وثلاث هزايم خارج الارض في دور المجموعات في دوري الابطال. لكن رغم كل ده ما حدش كان عارف بالظبط اثر خروج بوفيتش كان قد ايه، وتعيين بيب ليندرز مكانه كمساعد لكلوب حسن تفاصيل كتيره في اداء ليفربول وساعد الناس انها تنسى بوفيتش، لغايه ما الراجل اتكلم السنه اللي فاتت وقال نصا انه طول فتره شراكته مع كلوب في ال 17 سنه دول كان عمليا هو المدير الفني، وانه فريق كلوب المساعد بقيادته هو شخصيا بوفيتش يعني كانوا بيعملوا كل حاجه في اداره المباريات واللاعبين، الفرق الوحيد بس انهم ما كانوش بيحضروا المؤتمرات الصحفيه والكريدت كله كان بيروح لكلوب، لانه كلوب على حد وصف بوفيتش يعني من الاشخاص اللي عندهم احتياج للاتنشن والاهتمام الاعلامي بالشكل ده، وده طبعا كلام يبدو مضحك، لكن الحقيقه ان كلوب نفسه قال حاجه شبه كده وقت وجود بوفيتش. في فريقنا بوفيتش هو العقل وكرافيتس هو العين، اما انا فمجرد فم. طبعا في فرق بين التصريحين لان كلوب بيقول كده من باب التواضع، انما بوفيتش بيقول كده العكس. لكن في الطبعه الاخيره من سير كلوب الذاتيه برينج ذا نويز، رافائيل هونكستين بيتكلم عن الفتره دي والمشاكل اللي حصلت، وبيقول ان بوفيتش كان ابتدى يتضايق من تزايد نفوذ بيب ليندرز في الفريق، اللي هو المفروض بيب ليندرز ده كان الراجل الرابع ورا كلوب
وبوفيتش وكرافيتس. هونكستين كمان بيحكي ان كلوب كان بدأ يسمع كتير جدا لبيب لياندرز لدرجة ان بوفيتش بقى حاسس انه بقاش له دور، خاصة بقى ان شعبية لياندرز بين اللعيبة كانت اكبر من بوفيتش. وده مهم ليه؟ الله ينور عليك، لان لياندرز هو اللي بيقود التدريبات مش كلوب. عرفنا منين؟ من لياندرز نفسه. في حوار حصري مع ليفربول ايكو، بيب لياندرز قال نصا ان هو المسؤول عن التجهيز ووضع الخطة لكل مباراة وتصميم التدريبات عشان تخدم الخطة دي، وان كل ما يخص التدريبات اليومية هو اللي مسؤول عنه، وان كلوب هو اللي بيساعدهم على تنفيذ كل خطوة بياخدوها وهو اللي بيحفزهم. خد بالك ان الوضع الحقيقي عكس ما احنا متخيلينه، كلوب هو اللي بيساعد مش العكس. كلوب نفسه بيقول في الكتاب انه حصلت حاجة شبه اللي حصلت مع فاريا ومورينيو وقريبة جدا من اللي تيد ناتسون حكى عليها. بيقول ان وجود لياندرز في التدريبات مؤثر جدا ومحفز جدا للعيب، لدرجة ان هو نفسه بيسكت وبيتفرج عليه وهو بيدربه، وانه رغم ان لياندرز بيفكره بنفسه وهو صغير الا انه دلوقتي مبقاش قادر يعمل نفس اللي بيعمله لياندرز، لانه كل ما بيتكلم كان بيلاقي نفسه بيكرر نفس الكلام وما عندوش اي حاجة جديدة يقولها. في الواقع بقى موقع ليفربول الرسمي نفسه لمح لان لياندرز هيكون الشخص اللي هيساعد النادي في مرحله ما بعد كلوب. حتى جوارديولا الراجل اللي بينظر له في كتير من الحالات على انه عارف كل حاجه، وان اللي بيغرقه احيانا هو التفكير الزياده في التفاصيل. حتى مع شخص زي جوارديولا احنا بننسى كتير قوي ان في بعض الاحيان بتكون الميزه الاهم هي عكس الكلام، انك تكون معترف انك مش عارف كل حاجه ولا حاجه ومستعد تقبل النصيحه والمعرفه من ناس منطقيا يعني لا يمكن يقارنوا بيك. في الحقيقه بقى بعض المقربين من دوائر السيتي بيعتقدوا ان النجاح المبهر اللي حققه جوارديولا في الموسم الثاني في انجلترا 17-18 كان سببه الرئيسي هو استماعه لنصايح مساعدين. جوارديولا كان عنده مشكلتين كبار في سيتي خلال موسمه الاول في انجلترا. الاولى كانت في اوضه اللبس، وكانت ان كل اللعيبه الكبار تقريبا في الفريق اما مش طايقينه او مش مقتنعين بيه اصلا. الناس اللي زي اجويرو وسيلفا وتوري مثلا ما كانوش بيحبوا شخصيته ولا طريقته في التعامل مع اللعيبه. ولعيبه تانية كبيره كانت شايفه انه اوفر ريت، وان كل النجاح اللي حققه في مسيرته كان له سبب وحيد، هو انه كان معاه ميسي في اسبانيا وكان معاه البايرن في المانيا. واللي تكفل بالمشكله دي كان ارتيتا، اللي كان حلقه وصل مهمه جدا ما بينه وما بين اللعيبه. لو الناس تفتكر في الفتره دي اصلا جوارديولا في المؤتمرات الصحفيه كان الانجليزي بتاعه عامل زي الصيني المكسر كده، ما تفهمش منه حاجه. لكن بعد سنة واحدة كان واحد زي دي بروينا مثلا اللي هو كان من المعسكر اللي مش مقتنع بيه بقى شايفه أحسن مدرب في العالم. سيلفا وأجويرو فضلوا مش طايقينه لغاية ما مشي عادي ما حصلش حاجة. المشكلة التانية بقى في الموسم الأول كانت إن جوارديولا ما قدرش الاختلافات التكتيكية ما بين أسبانيا وألمانيا وإنجلترا صح، وتحديدا ظهرت مشاكله مع الكرة الإنجليزية الطويلة والكرة التانية. هو نفسه اعترف بكده لأن الكرة التانية حراقة طبعا، وهنا بقى كان دور براين كيد، الراجل اللي كان شغال في النادي مع بيلجريني ومانشيني من قبله، وكان من فريق المساعدين في النادي من قبل وصول جوارديولا. وجوارديولا لما وصل حافظ عليه كجزء من الجهاز الفني، وكان له دور كبير في تعديل تفاصيل تكتيكيه كتير مع دومينيك تورنت عشان يتعاملوا مع المشكله دي. اهو في اللحظه دي بقى كان اهم حاجه عملها جوارديولا هو انه على عكس الصوره الذهنيه عنه يعني ساب التحكم للناس اللي فاهمه المشاكل دي اكتر منه. ده شيء عمرنا ما بندركه ابدا كمشجعين بسبب ان احنا طول الوقت مركزين مع المدرب على انه الشخص اللي في ايده كل الحلول، وده عمره ما بيكون صحيح. نفس القصه متكررة مع بوتشيتينو مساعده الأول جيسوس بيريز، الراجل اللي فعليا برضه هو اللي بيقوم بدور المدير الفني اللي احنا متخيلينه، ودوره التكتيكي والفني أكبر من بوتشيتينو نفسه. بالإضافة بقى لأن بوتشيتينو بيستخدمه استخدام مختلف عن استخدام مورينيو لفاريا مثلا، يعني مورينيو كان دايما هو اللي بيتخانق مع اللعيبة، ففاريا هو اللي بيبقى الشخص القريب من اللعيبة. بيريز العكس هو الباد كاب، وبوتشيتينو هو اللي دايما قريب من اللعيبة. ودي ظاهرة متكررة بقى لما تقرأ عن كل الأجهزة المساعدة للمدربين اللي احنا بنعتبرهم كبار ونجوم، ان دورهم بينحصر في وضع الافكار العامه واسلوب اللعب ومتابعه الكلام ده دوريا بقى والاشراف عليه. عشان كده تاثرهم برحيل المساعدين بيبقى كبير جدا، لان هم بيسيبوا لهم مساحات كبيره جدا من الشغل لفترات طويله، لدرجه ان هم احيانا بينسوا ازاي يعملوا المهام دي، وبتبقى اخر مره مرسوها فيها كانت بطريقه قديمه عفى عليها الزمن. وده كله يوصلنا للهدف من الحلقه دي، وهو ان مع تطور اللعبه وتعدد تخصصاتها التدريب بقى عكس ما احنا متخيلين، عمل
جماعي. المدرب مش بس ما يقدرش يعمل كل حاجة تخص الفريق، ومش بس ما عندوش وقت لكل ده، هو كمان في أمور كبيرة ومهمة جدا هو مش فاهمها أصلا. بالتالي نظرتنا للموضوع محتاجة تتغير. الأجهزة الفنية بقت أشبه بخطوط التجميع في المصانع كده. غير المساعدين ففي مدربين لرميات التماس، ومدربين للضربات الثابتة، ومدربين فرديين للاعبين. غير كل دول بقى ففي جيش كامل من المحللين بيشتغلوا في الداتا والفيديو عشان يجهزوا للمساعدين دول شغلهم. في بعض المنتخبات والفرق عدد المحللين بس مش المساعدين يوصل ل 15 محلل احيانا، واغلب المحللين دول بقى جوارديولا وكلوب وبوتشيتينو ومورينيو مش هيكونوا عارفين اسمائهم اصلا ولا شاركوا حتى في عمليه تعيينهم. لكن في مباريات هيكون المكسب في ثغره واحد من المحللين دول لقطها وهو بيحلل مباراة الخصم، أو في تفصيلة تخص وضعية جسم واحد من اللاعبين في موقف تكتيكي معين، أو في إحصائية جديدة هو ابتكرها وقدر يقيس بيها حاجة ما كانتش بتتقاس قبل كده، وبالتالي إدى فريقه أفضلية مؤقتة على كل خصومه، زي الحاجة اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت مثلا مع ويل سبيرمان والبيتش كنترول والسبيس كنترول في ليفربول. دي كانت حاجة ليفربول السابق فيها بسبب ان عنده ويل سبيرمان، اللي هو مفيش 10 15 نفر من مشجعين الكره مهتمين يعرفوا انه موجود، لانه ببساطه اغلب الابتكارات والافكار الجديده بتيجي دايما من الناس اللي تحت اللي لسه عندها شغف وطموح واهداف عايزه تحققها، وعايزين يتدرجوا ويبقوا مساعدين بدل ما يبقوا محللين ويروحوا انديه تانية يشغلوا فيها وظايف اكبر. والحقيقه بقى ان النجاح المستمر الطويل اللي بيحققه النجوم في عالم التدريب ما بيحصلش ابدا بسبب قدراتهم الفنيه ومعرفتهم التكتيكيه، دي ليها اخر وهيجي لها وقت وتقدم. اللي ملوش اخر هو قدرات جيوش المساعدين والمحللين اللي وراهم طول الوقت، واللي بيتحركوا وبيتغيروا طول الوقت وبيجي غيرهم بافكار جديده ومختلفه. ما تنساش بقى سؤال الحلقه اللي قلناه في الاول. اشوفك الحلقه الجايه. السلام عليكم.